أسعد الله مساءكم بكل خير، أهلا بكم إلى نشرة التالي. تحية لكم مشاهدينا وإلى أبرز العناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يترأس غدا اجتماعا لمجلس الوزراء، وفي جدول الأعمال ملفات تتعلق بإنعاش وتطوير النشاطات القطاعية. واصلت اللقاءات التشاورية مع الشخصيات الوطنية والسياسية، تجسيد لالتزامات رئيس الجمهورية لبناء جمهورية جديدة. وفي النشرة نفتح ملف تخفيف ثقل المحفظة ومراجعة البرامج وإعادة النظر في الحجم الساعي ضمن إصلاحات المنظومة التربوية. زراعة فاكهة الموز بتيكازا تجربة رائدة بفضل آليات الدعم والمرافقة، ورهان تغطية السوق الوطنية. ضمن منافسات البطولة الإفريقية لكرة اليد، النخبة الوطنية تتأهل إلى الدور الثاني بعد فوزها على الكونغو. أهلا بكم وإلى التفاصيل. وبداية، يعقد مجلس الوزراء غدا اجتماعا برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بدلا من يوم الأحد، كما كان مقررا نظرا لمشاركة السيد الرئيس في الندوة الدولية حول ليبيا والمزمع عقدها في اليوم ذاته في برلين بألمانيا. هذا وسيدرس مجلس الوزراء ضمن جدول عمله عددا من القضايا، خاصة ملفات تتعلق بإنعاش وتطوير النشاطات القطاعية في مجالات الصحة والصناعة والفلاحة والسكن والتجارة والتجارة الخارجية والمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة. باشر إذن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية التي جمعته ولا تزال بعدد من الشخصيات الوطنية والسياسية، وذلك تجسيدا منه لمسار التغيير الشامل الذي كان قد التزم به والذي استهله بإعلانه عن إجراء تعديل للدستور. المتابعة لسمية علوي. من منطلق أن للصواب معالم لا يمكنها أن تتضح إلا من خلال الأخذ والرد بين كل الأطراف الفاعلة في الحياة السياسية، فإن سلسلة اللقاءات والمشاورات التي باشرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مع الشخصيات الوطنية وقادة الأحزاب والمجتمع المدني تسعى فعلا إلى تنويع التصورات حول مختلف القضايا المطروحة في الساحة الوطنية، وإلى تبادل الأفكار حول الوضع العام في البلاد، تأكيدا للالتزامات الثابتة التي قطعها رئيس الجمهورية أثناء الحملة الانتخابية وبعد تأدية اليمين الدستورية. ويبقى الوصول في هذه الفترة إلى مفاهيم متقاربة ولغة مشتركة وتشخيص موحد يرمي في الواقع إلى تقريب وجهات النظر للوصول إلى أفضل النتائج، ذلك أن بناء جمهورية جديدة يحتاج إلى وضع اليد في اليد، ويحتاج أيضا إلى أفكار متكافئة على طريق حل يقوم بالأساس على منهجية تجنيد الكفاءات الوطنية وتسخير الإرادات الطيبة قصد إعادة بناء الثقة المفقودة وتعزيز التواصل والحوار من أجل جبهة داخلية قوية ومتماسكة تكرس فيها الديمقراطية وترفع من خلالها هيبة الجزائر أمام كل من يناصبها العداء. خطوات إذن تلت 12 ديسمبر، وهي اليوم تتجسد ميدانيا بالبدء في نسف الخطى نحو مراجعة القانون الأسمى للبلاد بما يحصن قيم الأمة وثوابتها وبما يضمن أوسع توافق وطني ممكن. هذه الدينامية التي تلت أياما فقط من ولوج رئيس الجمهورية قصر المرادية تترجم في الواقع وعوده بتعظيم مصلحة الوطن وردع كل ما من شأنه زرع الكراهية والفرقة بين أبناء الوطن الواحد. رغم الإصلاحات التي عرفها قطاع التربية خاصة فيما يتعلق بالمنظومة البيداغوجية للتعليم، إلا أن الوضع لا يزال
الوضع لا يزال يؤرق التلميذ وأولياءه بعد استحداث نظم تعليمية فاقت بعض المستويات قدرته على الاستيعاب من جهة، وأثرت على صحته الجسمية كما النفسية من جهة أخرى. عن كثب كريم رشمت. أتينا يترى اللحن ذات اليمين وذات الشمال بكاهلهن الصغيرة المثقل حملا. تي بابا ماما يصدر الكتاب خطر الشتقيل نجو بكري باش على جال الكرطاب من ذاك يجي بابا ولا ماما يدونا على جال على جال الاخرى على جال الكرطاب والثقيل يرفدوهولنا. بزاف ولا نورمال؟ في الرياضيات بزاف ونرفدو فانك بزاف الاخرين ادوات. محافظ تختلف أشكالها لكنها تشترك في صورة الذهاب والإياب من وإلى المدرسة في ملامح ترتسم كل يوم على ظهور أولياء التلاميذ. بنتي هاي ثالثة ماني بريمير راكي شايفة أنا شديت لها الساكودو تاعها لا شارج واش نقول لك ظهرها نديرها ونطول نديرها لا ناتاسيون على جال ظهرها على جال هادوك القرايه ما نهضروش عليها القرايه هذيك على لا شارج راهمش لاحقين مع دوك ما عندهمش الوقت باش يلعبوا. ودي نظام الدوامين هذا بزاف على الطفل كثير بزاف الطفل يخرج حتى الخمسة واربع الخمسة واربع تاع العشيه كثير عليه. اما فيما يخص البرنامج المحتوى تاع البرنامج اللي راهم يقراوا فيه احنا كاولياء قرينا بكري والحمد لله عندنا مستوى نشوفوا باللي احنا ما نقدروش نقري ولادنا على هذا البرنامج هذا فيه تناقضات. الكم المعرفي، الحجم الساعي والمحتوى التعليمي أطراف لمعادلة واحدة، التحصيل العلمي الجيد، فما واقع الحالة على التلميذ؟ المدرسة ما نقولوش ما راهيش تلعب دورها ولكن ما راهيش تلعب كما يلزم. كي نشوفوا يعني عدد الأطفال في الأقسام، كي نشوفوا يعني الكارتابل يعني المحافظ اللي توزن 10 كيلوغرامات، وكي نشوفوا يعني الأساتذة والمربيين المرشدين ما راهمش مكونين. لذا يعني النظرة تاعنا لازم تكون فيها ورشات بيداغوجية، وخاصة فيما يخص البرامج يعني البرامج البيداغوجية. إدراك واقع الحال على المتمدرس يدفعنا لإدراك مستقبله، وهنا للإصلاحات والتعديل حديث. يجب أن نتوجه لمراجعة وتعديل البرامج الحالية انطلاقا من منظومة التعليم الابتدائي، لأن منظومة التعليم الابتدائي اليوم هي الحلقة الأساس في بناء الطفل وبما يتوافق المعايير العالمية وحقوق الطفل العالمية ويتوافق مع الخصوصية الجزائرية وقدرات الطفل الجزائري. لازم يكون دابا القسم يكونش فيه أكثر من على الأقل 30 تلميذ نحيو داك دوبل فاكاسيون، باسكو الدوبل فاكاسيون تخلق ثاني مشكل. يعني نخليو التلميذ مرتاح، نقصوا من الثقل المحفظة، نعطيو يعني الإمكانيات للتلميذ باش يدير التمدرس تاعو كما ينبغي. هكذا إذن يدق جرس الأمل لنهاية كل ما من شأنه قد يعرقل تمدرس التلاميذ، ليسمع صداه رنة تخاطب عقل التلميذ بحجمه وتراهنه كفالة إطار الغد منظومة تربوية متكاملة مثلى. لقي تأكيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على ضرورة إعادة النظر في المنظومة التربوية من الناحية البيداغوجية مع تخفيف البرامج. لقي استحسانا كبيرا من قبل أعضاء الأسرة التربوية الذين أجمعوا على ضرورة التعجيل بالقيام بالإصلاحات اللازمة للوصول إلى مدرسة عصرية ببرامج مبسطة وفعالة. مراد مزور. يجمع المتابعون للشأن التربوي في بلادنا على كثافة البرامج المسطرة لتلاميذ الأطوار الثلاثة، واقع انجرت عنه جملة من الانعكاسات على تحصيلهم العلمي ونتائجهم الفصلية. كان ضغط بزاف سيتو، حنا قسم نهائي ترمينال، ضغط بزاف في المواد خويا. عندنا 8:30 وكاين يسكن بعاد باش يوصل تما 6:30 7 رانا نوصلوا ديارنا، ما عندناش الوقت باش نحضروا، ما عندناش الوقت باش نريفيزو، ما عندنا مواد بزاف وراه عندنا ضغط كبير في المواد وما عندناش نلحقوا باش نكملوا الدروس تاعنا. كأساتذة نلاحظ انه في الميدان وفي الاطوار الثلاثة
خاصة الطور الابتدائي. التلميذ يعاني من كثافة البرامج. أولياء التلاميذ من جهتهم يؤكدون على ضرورة تخفيف البرامج مستقبلا مع إيلاء الأنشطة الرياضية والثقافية أهمية أكبر. التلميذ من الأحسن هو يقرأ في الصبيحة حتى الواحدة وفي المساء تخصص إلا النشاطات الثقافية والرياضية. هذا هو التلميذ باش يبقى مرتاح ويستوعب الدروس والصباح يصبح ناشط. هذا هو المطلوب. إذن احنا مع السيد رئيس الجمهورية في الطرح نتاعو. الوضع الراهن يستلزم ويجبرنا على إعادة مراجعة البرامج. الوصول إلى مدرسة نوعية كفيلة بإعداد أجيال متحكمة في علوم وتكنولوجيات العصر رهان يطلع به اليوم قطاع التربية وأبرز ركائزه برامج متطورة ومراعية لقدرات التلاميذ. ومن التربية إلى رهن التنمية بكل تجلياته، فبعد ترقيتها إلى ولاية منتدبة ستكون عين الصفراء بمؤهلاتها ومقوماتها الاقتصادية والسياحية، ستكون قطبا اقتصاديا هاما مما سيسمح بترقية الاستثمار والدفع بعجلة التنمية المحلية بالمنطقة. الروبرتاج لنسيمة يعقوب. تطلعات وآمال كبيرة يحملها مواطن عين الصفراء بعد ترقيتها إلى ولاية منتدبة، فهم يرون في القرار خيرا كبيرا في المستقبل. القرار تاع الولاية المنتدبة حقا ينفع مدينة عين الصفراء، لأنها من ناحية البوبيلاسيون يعني كاين ياسر، ومن ناحية أنها إن شاء الله يزيدوا فيها مناصب شغل. الولاية المنتدبة تفك لنا عيط صوالح، يعني من ناحية الإدارة، من ناحية مشاريع، عيط صوالح، يعني أمور يعني للرياضة، الثقافة، السياحة، كلش. تجارب استثمارية واعدة تشهدها عين الصفراء، إنتاج فلاحي وصناعي يقتصر على سد حاجيات المنطقة وما جاورها. وإن شاء الله نكون على عند حسن ظن أهل عين الصفراء وأهل الجزائر كاملة وعامة. إن شاء الله نطوروا أرواحنا، نطوروا مؤسساتنا. إحنا ولاية منتدبة صحراوية، يعني اللي فيها المادة الأولية قليلة. الحمد لله رانا نلبوا الطلبات نتاع كاع دوائر ولاية النعامة. الموقع بصح القول جيو استراتيجي يؤهلها انها تكون وتلعب يعني ادوار مهمه مستقبلا، خاصه اذا كان فيه فعلا استثمار حقيقي على مستوى المنطقه، وين يعني يدر بارباح وتكون فيه يعني حركيه وعجله التنميه على مستوى مدينه عين الصفراء، وين تكون يعني بطبيعه الحال في امتصاص يعني البطاله وفيه يعني مناصب شغل جديده. وبعين سياحية مؤهلات تكتنزها عين الصفراء مناظر طبيعية ومقومات سياحية في انتظار المزيد من الاهتمام. في واقع المستثمرين قلائل جدا، خاصة في الجانب الفندقي. طبعا نعد في عين الصفراء 3 فنادق، نتمنى للمستثمرين ان يهموا الى المنطقة من اجل طبعا انجاز هذه المنشآت. قرار الولاية المنتدبة هذا غادي يجيب لنا يسهل لنا بزاف امور، من بينها لاباباراس، من بينها كلش سهل علينا. تسمى الولاية المنتدبة غتزيد لنا بلوس للمنطقة ولينا حنايا كمستثمرين. نجمو نوسعو البروجي تاعنا، نمشيو لأوتر شوز، للأجونس توريستيك باغ إكزومبل، نمشيو بزاف صوالح. هو جانب من القواعد التي ترتكز عليها عين الصفراء لأن تكون مستقبلا معادلة هامة في اقتصاد واعد. إلى قطاع الأشغال العمومية، وبعد رفع التجميد المالي عنها تعرف شبكة الطرق بالمنيعة أشغالا لإعادة تهيئتها من جديد، خاصة التي تربط المنيعة بكل من ورقلا وعين صلاح وتمراس. نيلة حليفة. ماذا بينا يخدموا مليح، نستعملوا كمواطنين هذه اللي دابي ذاكي دابي ذاكي قربن في قربنا فينا. نظن ما نروحوا سي المنيعه على ماذا المد ورقله. ماذا بينا يخدموا الطريق باش تعمل طريق ثانيه خاليه، انا مثلا والو ثاني ومكسره بزاف،
واللي فوت معاه انا راه في الريسك بعد ما انهم مستعملوا الطريق الوطني رقم 51 مكرر والذي يربط ولايتي المنيعه ووركلا على مسافه 307 كيلومتر، حيث يعرف منذ مده طويله اشغالا عند النقطه الكيلومتريه 125 كيلومتر. نحاول احنا نطلب تسجيل دراسه النقاط السوداء هذه ثم اعاده تاهيلها واعاده هذه المنعرجات الخطيره حتى تكون مستعملي الطريق في ارياحيه. ومن اجل تحسين شبكه الطرق بمنطقه المنيعه مع الولايات المجاوره، شهد الطريق الوطني رقم 1 المسافه الرابطه بين المنيعه وعين صالح باتجاه تمن راست اشغال اخرى، حيث عرف هو الاخر حوادث مرور كثيره. هذه الدخله تاع المنيعه هاي باري، هذه لازم يخدموها. نعم. ايه. انا لو كاين كمان ميعان ويطلعوا مع هاد الطلعه هذه هي صعيبه، كاين شحال من كامل اللي واخا ولا البارح هاد الترنا لما دابينا يسرعوا لنا شويه في الوتيره تاعنا ان شاء الله باش يسهلوا لنا هكا ان شاء الله. المشروع هذا عندي فيه 19 كيلومتر من البيكازا نروح حتى الكونكاسور اللي فوقاني دكدكه كاع رايحه، رانا نعاودوا فيها. كان المشروع كان مجمدين المشروع هذا وراه نطلق المشاريع ان شاء الله، رانا عقبها رانا المجهود اللي نديرو فيه رانا عقبها. وبما ان الطرق هي شرعية اقتصادي هام، ما زالت المشاريع مستمرة في تحسين صورة الطرق الوطنية والولائية منها في المنيعة. تبعا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي وتدعيما لرابطة جيش أمه في إطار التكفل الطبي بسكنة المناطق النائية بإقلام الناحية العسكرية الأولى، شرعت في الفترة الممتدة من 13 إلى غاية 16 جونفي 2020 شرعت قافلة طبية مكونة من أطقم طبية مجهزة بكل الوسائل المادية وأطباء مختصين تابعين لمصالح الصحة العسكرية بالناحية، شرعت بإجراء فحوصات طبية بالإضافة إلى التلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية مع تقديم وصفات طبية وأدوية. العملية استفاد منها سكان المناطق النائية بكل من بلدية عين فارس ودشرة جمرة التابعة لبلدية عين الريش وسكان بلدية ولاد سليمان التابعة إقليميا لولاية المسيلة، كما رافقها تقديم مساعدات مادية متمثلة في أغطية وأفرشة ومواد غذائية. ومن جهتهم عبر المواطنون المستفيدون من هذه الحملة الطبية عن تشكراتهم للجيش الوطني الشعبي وعن استحسانهم لهذه المبادرة التي تندرج ضمن المهام الإنسانية النبيلة للجيش الوطني الشعبي وقيادته التي ما فتئت ترافق المواطنين في مختلف الظروف والأحوال. أصبح إنتاج فاكهة الموز بولاية تيبازا ممكنا بعد نجاح أولى تجارب زراعية على مساحة هكتارين. روبورتاج لدلماضي. فاكهة الموز اللذيذة التي تشاهدون هي ثمرة تجربة ناجحة تعد الأولى من نوعها بولاية تيبازا. قمنا بالمبادرة تقريبا في نهاية بداية 2017، قمنا بإنتاج الشتلات عندنا في البيبينير تاعنا وقمنا بالغراسة، ديجا غرسنا مزرعة واحدة زوج في بوفاريك ونجحوا الحمد لله، دونك الإنتاج كان في أواخر 2018. هذه المزرعة هنا في تيبازا هي الأولى على مستوى الولاية هذه، غرسناها في أواخر 2018 وسنا رانا درنا الجني دونك ريكورد. احنا هذه خدمناها التجربه لتشجيع الناس واحد اخرين الفلاحين والسلطات باش ياخذوا بالعين الاعتبار هذه الفاكهه. وان كانت فاكهه الموز تحتاج الى مناخ استوائي الا ان البيئه المحليه هنا تلائم هذه الزراعه والتي تحتاج الى مرافقه ودعم للفلاحين. احنا مثلا ماذا بينا نكون نطوروا المزرعه هذه، عندنا مشاكل تقريبا يوميه، مثلا الطريق ما عندناش، الكهرباء ما كانش، دونك ماذا بينا الفلاح ماذا بينا يركز على الانتاج. تجربه اخرى لغرس الموز بمساحه 11 هكتارا التي تعد دفعا قويا للشعبه بالولايه. احنا راح نزرعوا 24000 طن اللي راح ينتج دي سي انو 12 شهر، وراح يكون بون تقريبيا بين 40 و 70 كيلوغرام في المنتوج. احنا عمليه الغرس هذه تعتبر اضافه لنا في الولايه وفي الجزائر كذلك، حيث انها صحه تنقص من فاتوره الـ الـ فاتوره الـ 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 الـ
الاستيراد. يعمل المنتجون هنا على استحداث جمعية خاصة بمنتجي الموز لتعطير هذه الشعبة وتوسيعها من أجل الاكتفاء الذاتي بفاكهة الموز. وصل إلى أرض الوطن جثمان الصحفي السابق بوكالة الأنباء الجزائرية عبد الكريم حمادة، حيث كان في استقبال الجثمان بمطار هواري بومدين الدولي. وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بالحمر وعائلة الراحل وأصدقائه ورفقاء المهنة. الفقيد عبد الكريم حمادة انتقل إلى رحمة الله السبت الماضي بباريس عن عمر ناهز 71 سنة إثر مرض عضال. إن لله وإن إليه راجعون. هذا ووري الثرى بعد صلاة الجمعة بمقبرة سيدي فرج جثمان المجاهد والوزير الأسبق للعلاقات مع البرلمان محمد كشود، الذي وفته المنية عن عمر ناهز 82 سنة. الجنازة حضرها جمع غفير من المواطنين والشخصيات الوطنية. وأمام هذا المصاب الجلل يتقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق الطيب زيتوني بتعزيه لعائلة الفقيد ورفاقه في الجهاد. إن لله وإن إليه راجعون. وفي جو مهيب شيعت بمقبرة سيدي منصور بوربلا جنازة الدكتور عبد العزيز خمقاني النائب بالمجلس الشعبي الوطني. مراسم التشييع حضرها رئيس المجلس الشعبي الوطني سيمان شنين إلى جانب السلطات الولائية والعسكرية لولاية وربلا، إلى جانب جمع غفير من المواطنين وأسرة الفقيد. المرحوم عبد العزيز خمقاني عرف بتفانيه في عمله في مهنة الطب ونضاله تحت قبة البرلمان ومرافعاته من أجل تجسيد تنمية حقيقية عبر الوطن. دوليا شددت روسيا اليوم على ضرورة الالتزام بالهدنة بين أطراف النزاع في ليبيا باعتبارها خطوة هامة نحو التسوية، معلنة مشاركتها في مؤتمر برلين حول الأزمة الأحد المقبل، فيما أعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة عن أمله في أن يفضي مؤتمر برلين إلى وقف نهائي لإطلاق النار حتى يتمكن النازحون الليبيون من العودة إلى منازلهم، وذلك خلال زيارة قادته إلى جنوب طرابلس لتفقد مركز إيواء النازحين. وجهت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم رسالة إلى رئيس الكونفدرالية الإفريقية تندد فيها وتعارض قرار إقامة منافسات كأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة 2020 من قبل المغرب بمدينة العيون المحتلة التابعة لأراضي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. وجاء في بيان الاتحادية أنها لن تشارك في احتفالات الذكرى 63 لإنشاء الكونفدرالية الإفريقية التي ستنظم على هامش اجتماع اللجنة التنفيذية للهيئة الكروية الإفريقية في حال تلقيها دعوة. وفي الرياضة دائما ولحساب الجولة الثانية من منافسة كأس إفريقيا للأمم لكرة اليد الجارية بتونس والمؤهلة إلى مونديال 2021 والألعاب الأولمبية 2020، تأهل اليوم المنتخب الوطني لكرة اليد إلى الدور الثاني بعد فوزه الثاني، وهذه المرة أمام نظيره الكونغولي بنتيجة 31 مقابل 25 إصابة في انتظار المباراة الثالثة، وكذا الدرب المغربي أمام المنتخب المغربي من أجل المركز الأول. وبعد نهاية المباراة سجل موفد التلفزيون إلى تونس توفيق دربال هذه الانطباعات، بل هي الانطباعات التي سنتابعها في الموعد الإخباري القادم بمشيئة الله. إلى ولاية الجلفة حيث يعد جبل الملح بموقعه الاستراتيجي وسط طبيعة ساحرة يعد وجهة سياحية خاصة لاحتوائه على منبع مائي لشفاء أمراض الكلى. ربورتاج لرشيدة معبود. جبل الملح بولاية الجلفة هو ثالث جبل ملح في العالم، أين يقع شمال عين معبد حوالي 5 كيلومتر عن عاصمة الولاية. هذا الجبل تاع الملح يعني راح يعني في اطار يعني الجيولوجيا عنده اكثر من 250 مليون سنه يعني في لير دو ترياس.
إلى جانب أنه يعتبر وجهة سياحية للعائلات والأفراد، فإنه يتميز بمياهه العذبة التي ما أبت إلا أن تنفجر من داخله من وسط الملح الكثيف، ولها ميزة أيضا أنها تعتبر دواء شافيا لحصى الكلى. كاين فيها حين ثاني، حين للكلال الحالة تصفى الكلال سوا سوا، يشربوه 21 يوم 22 يوم يريحوا من الكلال تاعهم. وهذه منطقة زينة، ودائما يجيها هنا القاشي يجيها هنا. المرض تاع الكلى ولا الله يبارك، يعني جربتها جارتي قالت لي الله يبارك ما شاء الله. تنوع تضاريس ولاية الجلفة أعطى المنطقة تنوعا طبيعيا بامتياز. ونختم من قاعة بن زيدون بالعاصمة، التي احتضنت مساء أمس حفلا فنيا أحيته فرقة إمرهان القادمة من تمرست، وذلك بحضور عشاق الفن الترقي بالجزائر. الحفل حضره هشام بميدا وعاد لنا بهذا التغطية. إمرهان عبارة ترقية معناها من يريدون لكم الخير. اخترع هؤلاء الشباب الخمس عنوانا لفرقتهم الفنية ليقدموا للعالم فنهم القادم من صحرائنا من تمرست. احنا نديروا نلعبوا واش خربنا كاع العوام اللي كنا نتورنيو في العالم. دونك عمرنا ما لعبنا هنا في الجزائر، دونك اليوم ماذا بينا نديروا نعطوا واش قادرين كاع باش نفرحوا الناس اللي جاوا على جالنا اليوم. احنا نهضروا على كاع لي سوجي اللي كاينين في الصحراء وفي البلاد، على الناس الاجتماعيه كاع المواضيع العامه. اصدروا البومين ويحضرون لثالث، اغانيهم منوعه فنوعوا تقديمها في هذا الحفل على ركح قاعه بن زيدون. اصلها تراثي لكنها مقدمة بلمسات عصرية. التوقيع لفرقة إمرهان بقي نذكر بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبوني يترأس غدا اجتماعا لمجلس الوزراء، وفي جدول الأعمال ملفات تتعلق بإنعاش وتطوير النشاطات القطاعية. مواصلة اللقاءات التشاورية مع الشخصيات الوطنية والسياسية، تجسيد لالتزامات رئيس الجمهورية ببناء جمهورية جديدة. وملفنا في النشرة تخفيف ثقل المحفظة ومراجعة البرامج وإعادة النظر في الحجم السعي ضمن إصلاحات المنظومة التربوية. زراعة فاكهة الموز بتيكازا تجربة رائدة بفضل آليات الدعم والمرافقة ورهان تغطية السوق الوطنية. وضمن منافسات البطولة الإفريقية لكرة اليد، النخبة الوطنية تتأهل إلى الدور الثاني بعد فوزها على منتخب الكونغو. شكرا لكم على المتابعة، تبقى عناويننا الإلكترونية في الخدمة. تقبلوا تحيات فريق الخدمة.